متابعينا حلقتنا مشاهدينا معكم عبر سكايب اكيد، وبصرنا نستضيف بالفقره التاليه دكتور سليم بعقليني، نائب رئيس جامعه روح القدس الكاثوليك لشؤون الطلاب. صباح الخير دكتور بعقليني واهلا وسهلا فيك. بونجور، ميرسي بوكو. دكتور بعقليني، انت معنا اليوم رح نحكي عن ال 200 منحه يلي رح يتم تقديمهم للطلاب او يقدموا عليهم الطلاب يلي تضرروا من جراء انفجار 4 آب. هال 200 منحة رح يكونوا عم بيتقدموا لهول الطلاب، وفترة التسجيل بلشت ومستمرة لغاية 19 أيلول. خبرينا أكثر عن هيدي المبادرة، خاصة أنه يعني نحن تعودنا على جامعة روح القدس الكاثوليك دايما توقف حد الطلاب، وهيدا مش أول مرة بتكونوا عن جد عم تساندوا المجتمع بشكل عام، ولكن طلاب الجامعات بشكل خاص جامعة الروح القدس الكاثوليك. مزبوط ماي، مثل ما حضرتك قلت جامعة الكاثوليك معروفة أنه دايما حد طلابها وعم تدعمهم، يعني بتساعد الإزاك أكثر من 80% من طلابها، دونك نواي كانت تبقى قاعدة وما تساعد التلاميذ يلي تضررت من جراء الانفجار، بالأخص الإزاك بتأمن أنه نواي يبقى طالب قاعد ببيته ومش عم يتعلم بهيدي الظروف. دونك حبيت تعمل منحة ل 200 تلميذ كرمال يقدروا يكفوا دراستهم عنا بالإزاك. وهيدا أكيد منحة it's a full scholarship من day one ل during all their academic path. واو، يعني من لحظة اللي بيختاروا الاختصاص وبيفوتوا على الجامعة لحد ما بيحصلوا على شهادتهم من الجامعة. نعم. ويعني المنحة 100% بتغطي 100% من تكاليف التعليم. حتى نحن واو. بالعادة يعني في فيز للأوفرتور دو دوسيي، في الفيز للريجستريشن، هول الجامعة هول بالعادة بتاخذون كمان، مش رح يكونوا نعم عم بيدفعون الطلاب. السؤال اللي ببدرنا الدكتور بعقليني بالاول، انه نحن بنعرف قديش جامعه روح القدس الكاثوليك مقصوده من بعيد، يعني مش بس تلاميذ هن من المنطقه، بالفعل هلقت في اشخاص تضررت ورح يكونوا عم بيقدموا لعندكم. مزبوط، ديجا عن جد في اقبال كثير كبير عم بكون، وانا بحب هون كمان نوه انه مش بس التلاميذ يلي هلا عم بيتخرجوا من المدرسه وجايين ستريت على الجامعه، كمان يمكن في ترانسفير ستودنتس يمكن ما بقى قادرين يتحملوا اعباء الجامعه، يمكن قسطهم كثير عالي بفضلوا يجوا، يمكن قسط الكريدتس عنا يمكن افوردبل اكثر، كمان نحن حدهم ورح نكون عم نقدم هول المنح. اوكي، شو الشروط للطلاب يكونوا عم بيقدموا؟ نحن المنح لاثنين كاتيجوريز من الاشخاص يلي تضرروا. اوكي. للاشخاص يلي تضرر منازلهم مسكنهم، وكمان للاشخاص يلي اهلهم ضرر مكان عملهم. لازم يكونوا عم بيجيبوا لنا افاده سكن يا اما يعني افاده عمل. اكيد بالاضافه للدوسي اللي بالعاده بقدموه، الدوكيومنتس اللي بالعاده بقدموه. انا اكيد ومثل ما كنت عم تقولي دكتور بعقلين انه الاقبال رح يكون كبير. نحن بنعرف الاوضاع الاقتصاديه يلي كانت عم بترافق لبنان بالسنين اللي ماضي، يمكن ازمتنا اخرها كان انفجار 4 آب، ولكن مبلش من سنين لورا بالفعل عبء كتير كبير على الأهل أنه يكونوا عم بيقدموا لأولادهم. يعني اللي أقل شيء نحن كأهل منفكر فيه أنه العلم. هيدا المبادرة يلي قمتوا فيها أنتوا، أنا بعرف أنه بتخلي الأهل يمكن شوي يرتاحوا. مزبوط صح. الأوضاع اللي عم نقطع فيها أكيد منا هينة، مشان هيك حبيت الإزاك أكيد بدعم الرهبانية المارونية اللبنانية توقف حد هالأهالي وتقول لهم إنه الإزاك حدكم، مثل ما دائما عودتكم تكون حدكم، رح تكون حدكم بهيدي الأزمة وترفقكم. بس أنا بحب شوي نوه إنه
it's a first come a first served service. So لازم نسرع قد ما فينا حتى نقدر نستفيد من هالopportunity. هلا malheureusement حضرتك يعني قلت انه لل 19 نحن مش لل 19 لانه اوريدي بلش السمستر. يعني نحن كنا قايلين انه اليوم الديدلاين الساعه 4 بيخلص بس وير ويلينج لانه عن جد عم بيكون عندنا كم هائل من الاتصالات. وير ويلينج تو بوستبون ات يعني كرمال شوي نكون حد الاهالي مثل ما حضرتك عم بتقولي يعني اذا مستعدين يمكن لنهار فرايداي لانه مثل ما قلت يعني في اوراق بدهم يامنوها عم بحس انه يمكن الاوراق منهم افيلبل بالبيت يعني لازم يجيبون دونك بركي لنهار الجمعه للساعه 4 بنكون اوكي لكن على 11 الشهر بدنا نذكر كل الاشخاص اللي عم بتابعونا كنت عم بتقولي انه فيرست كم فيرست سيرف دكتور بعقليني هل الاشخاص يلي عم بيقدموا حتى لو يعني كانوا اكثر رح تكونوا عم تاخذون ولا ما في نسبه هالقد كبيره او بعدين بتصيروا يمكن حسب العلامات اذا كان في عندكم كم اكبر نحن او عدد اكبر نحن بهيدي المنحه يلي حاطينها مش حاطين كريتير علامات نحن حاطين كريتير الاشخاص يلي تضرروا بالضرر هذا بيرما هدفنا انساني ونكون حد الطلاب بس اكيد نحن ما رح نحط دو كوتي الاوراق اللي بنطلبها بالعاده نحن اكيد بدنا لانه بالنتيجه نحن جامعه وعندنا الكريتير الاكاديميك اللي بهمنا كمان مش هيك قلت في اوراق بالعاده بنطلبها يعني نقاط الجامعه والافاده اللي بالعاده بنطلبها مشان هيك بحب هون كمان نوه انه يلي بده مور ديتيلز للاوراق اللي بنطلبها بالعاده بليز بيبعت ايميل على admissions@visag.edu.lb أو يتصل على رقم 09-600-050 بس نحن حاطين إذا بدك رقم 200 منحة هلأ إذا أجوا شخصين بذات الوقت آخر شخصين يعني مش رح نكون we will be able to flexible it's okay. أنا بدي أتشكر حضورك معنا دكتور بعقليني بالفعل شكر كتير لأيكم. كبير من القلب لجامعتكم بشكل عام وكمان لقسم يعني شؤون الطلاب يلي دايما عن جد وأنا بعرف عن قرب وبسمع قديش أنتو دايما واقفين حد طلابكم بأصعب الظروف ما تركتون وهلأ بهيدي المبادرة دايما الرهبنة عودتنا كمان أنها تكون عم تدعم بشكل كتير كبير كل القرارات اللي بتقوموا فيها رسالتنا بالنتيجة يعطيكم ألف عافية وبحملك سلام وتحية لكل يلي كان ورا هيدي المبادرة وإن شاء الله تكونوا عن جد عم بتساعدوا كتار من الأهل يلي بالفعل بيهيك بلد وبيها الأوضاع اللي عم نمرق فيها ما بقى في عنا غير العالم نقدمه لأولادنا ونكون هيك شوي متأملين ببكرة أفضل أهلا وسهلا فيك دائما مرسي مرسي بوكو مرسي لأستضافتكم مشاهدينا فاصل ومتابع لقاءاتنا خليكم معنا